اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من ليالي الكويت. رحب فيكم وان شاء الله مواضيع واكيد لقاءات حلوه الكل راح يستمتع ويانا. مساء الخير ليلى. مساء الخير محمد ومسي على المشاهدين بكل خير. وطبعا نفس ما عودناهم راح يكون معنا مواضيع كثيره خلال الليله، لكن في البدايه راح اسال عن موضوع هو شائع الحين طبعا بسبب الجائحه، اخذ اللقاح. انت اليوم محمد كان موعدك للتطعيم، شلون تحس فيه؟ شو تحس فيه؟ شلون كانت التنظيمات؟ هذا انا موجود على الهواء ومداوم ما في اي شيء، التنظيم ما شاء الله ما حسيت بتعب، ما حسيت ولا شيء ابدا. لا والله العظيم، بس ما شاء الله بحب انوه واشكر كل القائمين على عمليه اخذ اللقاح والتطعيم، لانه فعلا تنظيم شيء نفخر فيه احنا اليوم. تخيلي يمكن على ما توصلين دقيقه الى دقيقتين انت خالصه. ما شاء الله. ايوه حتى يقعدونك بعد يقول لك قعدي ربع ساعه علشان نشوف في اثار مضاعفات ولا شيء بعدين تروحين لبيتكم. لكن في مضاعفات شيء ما في كلش. ما في شيء ابدا. الحمد لله. ما شاء الله. اذا نفس ما تفضلت نشكر جهود وزاره الصحه الكبيره اللي قاعده تقوم فيها والعاملين كذلك في وزاره الصحه، يعطيهم العافيه وعساهم على القوه، نقول لهم قواكم الله وما قصرتوا. اكيد قواكم الله. واحب اوجه نصيحه لكل من واحد، يعني كل واحد قاعد يتابعنا الحين، يا جماعه اخذوا اللقاح، لان بصراحه ما لكم شغل بسوالف الدواوين والسوالف اللي قاعد تسمعونها والاشاعات اللي قاعد تطلع. والله ما في شيء، اليوم انا ما اخذ اللقاح وما في، الامور كلها زين الحمد لله. ما شاء الله اجر وطهور ان شاء الله. ونذكر مشاهدينا ان يتابعونا اذا عندهم اي سؤال او اي استفسار على هاشتاغ ليالي الكويت، راح نعرض هذا الموضوع على ضيوفنا، وراح نطلع فاصل الحين محمد وتالي نستقبل اول الضيوف. يلا. في ليالي الكويت، مساعد العسعوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دكتور هاشم الطبطبائي رئيس فريق صناع العمل، والمهندسة نورة الحقان عضو فريق صناع العمل. مو بشغلك، مو بشغلك. اكتب اكتب اكتب. شخص القضايا بعمق وبقالب كوميدي. انتبه يا نبيل للشنطة، كل قشنا فيها شيكاتنا وأوراقنا وأغراضنا، إن سرقت رحنا وطي. تقبلناه دون حواجز، فكان المتلمس لها بدقة والموصل لها بحرفية. أنا ما حبيت أقعد معك من أول يوم، قلت خل تهدى نفسك وتفكرين عدل. النجم عبدالله السدحان ضيفنا يوم الأربعاء في ليالي الكويت. التحلطم ثقافة سادت المجتمع بمناسبة ومن غير مناسبة، صرنا ندور السلبيات عشان نركز عليها ونتكلم فيها، شلون نتخلص من هالطاقة؟ صاير لي كم يوم الحين قاعد تتكرر وياي نفس المشاكل. الإجابة عند الاستشاري التربوي والتعليمي الدكتور عبد العزيز أبول، غدا في ليالي الكويت مع طلال الياقوت وخالد الأنصاري. بنتكلم عن أهم وآخر المواضيع اللي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمواطنين والمقيمين.
عن إطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار مع إمكانية رفع الشكوى في حال وجود بيانات غير صحيحة آلياً عبر موقع الهيئة. أسئلتكم واستفساراتكم نستقبلها على هاشتاغ ليالي الكويت. نسألها لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي الحين في ليالي الكويت. استكمالا للجهود في ظل هذه الجائحة لتقليل المخالطة بين الناس، أمس قامت هيئة المعلومات المدنية وأطلقت بخدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين اللي بنتكلم عن تفاصيلها مع مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي. حياك الله معنا في ليالي الكويت. الله يحييكم ومشكورين على الاستضافة. أهلا بك أستاذ مساعد، ومنور ومشرفنا في ليالي الكويت. بداية يعني مثل ما ذكرت زميلتي ليلى، أمس أطلقتوا خدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار. نعم. يعني باختصار شنو هذه الخدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخدمة هذه تمكن ملاك العقار من الاطلاع على بيانات القاطنين في سكنهم أو عقار اللي يملكونه. نعم. فهي من خلال دخول على موقع الهيئة ممكن أنهم يشوفون رب الأسرة مع عدد أفراد الأسرة، وممكن أنه يبلغ عن أي شكوى يراها أو بأي بيانات غير صحيحة في هذا الموضوع. طبعا هذه الهدف منها هو يعني الشفافية رقم واحد. نعم. وتحقيق حق الاطلاع للمواطن أنه يشوف البيانات اللي تخصه، خاصة أن الهيئة يعني نادت كثير في أنه هو اللي عنده بيانات مصحيحة خلي يتقدم إذا كان للنيابة أو شكوى للهيئة. فإحنا الآن جايين لقدام أساس إحنا نوصل للمواطن أو صاحب العقار بشفافية كاملة، شوف بياناتك تحقق منها وتأكد أن البيان صحيحة، إذا مو صحيحة لك حق أنك أنت تقدم الشكوى آليا، وراح يعني ممكن نشرح بشكل تفصيلي إذا بغيت إن شاء الله. نعم أستاذ مساعد، بسنة 2018 أطلقتوا خدمة تنبيهات ملاك العقار. نعم. شنو الفرق بين خدمة تنبيهات ملاك العقار والخدمة الجديدة؟ حلو. احنا ب 2018 اطلقنا خدمه تمكن مالك العقار انه هو توصل له رسائل اذا تم اضافه شط، اضافه يعني ساكن او شطبه. نعم. من خلال رسائل الاس ام اس على تلفونه. طبعا اللي خلانا الان نرقى او نتوسع في هذه الخدمه هو تطبيق هويتي. بالسابق ما كان عندنا القدره، احنا ما بنستخدم اليوزر الاي دي والباسورد اللي هو كلمه السر ورقم المستخدم او اسم المستخدم، لان هذه طريقه غير امنه 100% حسب قانون المعاملات الالكترونيه اللي صدر في 2016. ففي تطبيق هويتي الان اصبح عندي قدره امنه اثق فيها في اني انا افتح بياناتي بشكل يعني اوسع، ومكن مالك العقار أنه يطلع على بيانات تفصيلية مثل هذه. فإحنا في 2018 أطلقنا اللي يحقق احتياج الناس كملاك عقار، على الأقل يطمن أنه لما ينضاف أحد على بيته أنه توصل رسالة كرقم مدني، ويقدر هو عادي راجع لها يقول هذا شحقه حطيته ونوري المستندات. نعم. والحين الآن خدمت. لا الآن باستخدام تطبيق هويتي مع الخدمة هذه يقدر أنه يشوف البيانات بشكل تفصيلي. نعم. يشوف القاطنين اللي عنده ويقدر ياخذ اجراء تجاههم. استاذ مساعد، قبل لا محمد يسالك السؤال الجاي، بس حابه اذكر مشاهدينا مره ثانيه اذا عندكم اي استفسار حق مدير عام هيئه المعلومات المدنيه الاستاذ مساعد العسعوسي، يا ريت تشاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. استاذ مساعد، الحين شلون انا ممكن اشترك في هذه الخدمه عشان اعرف من اللي موجود اسمه بالبيت اللي عندي ولا اللي طالع، واعرف كم عدد القاطنين الوهميين انجاز التعبير
داخل عندي بالبيت. نعم. هو طبعا انت راح تدخل على موقع الهيئه وراح تشوف الخدمه الموجوده اللي هي خدمه بيانات القاطنين. حلو. لما تضغط عليها راح يقول لك يطلب منك تنزل تطبيق هويتي، فبالتالي انت لازم تكون منزل تطبيق هويتي ومفعل خاصيه المصادقه. خاصيه المصادقه هذه موجوده احد المفاتيح موجوده في تحت تطبيق هويتي، وتفعلها من خلال القائمه الرئيسيه داخل تطبيق هويتي. نعم. بحيث انه راح يطلب منك بعض الخطوات، يتحقق من الصوره مع الرقم السري وكذا، ويفعل لك المصادقه. لما تخلص تطبيق هويتي مع المصادقه تفعيلها، هذيك الساعه راح تدخل بالخدمه، تمشي بالخطوات المطلوبه من ادخال بيانات العقار، من رفع الوثيقه اللي تثبت ملكية للعقار، احنا نتحقق من ملكيتك ومن هويتك، ومن بعدها راح تشوف القاطنين، راح تشوف اعدادهم، وراح تتمكن انك انت يعني تبلغ الشكوى اذا شفت شيء غير صحيح. في حال عدم توفر اي بيانات لسبب او لاخر غير صحيحه، شنو هي اليه تقديم الشكوى نفس ما تفضلت اذا احد بيقدم الشكوى؟ طبعا هو راح تطلع بيانات القاطنين، وقدام كل اسم في يعني كلمه شكوى ممكن تضغط عليها. من تضغط عليها راح يتصدر رقم لهذه الشكوى، لكن قبل التاكيد على الشكوى راح يطلب منك تملي استبيان. شنو الغرض من هذا الاستبيان؟ الاستبيان راح يسألك أول شيء أنت هل أنت المالك الأول للعقار ولا في مالك سابق؟ لأن إحنا يعني وايد تعلمنا من كثير من الشكاوي من الشكاوي التي لا تبين أنها مو صحيحة. ليش؟ لأن يطلع في مالك سابق وهو مسكن ناس، وهو نفسه ساكن أو مسكن ناس. حلو. بدون علمك، فأنت لما شريت العقار ما شطبت، ما راجعت الهيئه وشطبت القاطنين السابقين. حلو. فلما تي انت تشتري بيت وتهدمه وتبنيه من جديد تعتبر انه هو كانه بيت فريش، وتتفاجئ انه في ناس. نعم. انت كان المفروض تراجع الهيئه وتشطب القاطنين السابقين. لازم تنظف السجل المالك البطاقه المدنيه وبعدين ترجع من جديد. بالضبط. الحاله الاخرى انه يكون بيت ورثه، ويكون احد الملاك موقع عقد ايجار لشخص انت ما تدري. نعم. ممكن يكون والدك الكبير يوم من الايام، يعني جات لي حاله الولد يا يقول شلون في احد على بيتي، تبين ان الاب سنه 96 يبنى له وثائق، قال لي هي توقيع ابوي. في كثير من الاحيان انه يكون الشخص نفسه ناسي انه وقع عقد ايجار، ويات لي حاله مثل هذه. فانا اكثر الحالات اللي قعدت لي لما افتح الوثائق قانونيه يتبين انه هو كان يظن شيء، وتفاجئ ان في وثائق، لان احنا عندنا وثائق نرجع لها ورا ونعرف منو سوى المعامله بشكل تفصيلي ودقيق. فعشان كذي احنا قبل لا تضغط تاكيد الشكوى، بس تاكد انت ان اول شيء انك نظفت الملف القاطنين لما شريت العقار، متاكد من اهلك من اخوانك من الورثه ان هم ما وقعوا عقد اجار لاحد. نعم. لما تتاكد من امورك هذه كلها، الاستبيان راح يبتدي ياخذك خطوه. نعم. اذا انت متاكد قدم شكوى، وبعدين راح تبتدي الخطوات التاليه. استاذ مساعد، ماذا عن اللي يملكون اكثر من عقار، اللي عنده اكثر من عقار، شلون ممكن انه يتابع عن طريق البرنامج الالكتروني؟ هل توفرون هذه الخدمه؟ هو الخدمه نفسها ممكن تسجل 5 عقارات اللي تبي، يعني ما في مشكله انه لو انت مالك لاكثر من عقار ما عندنا مشكله الموضوع. نعم. يعني نفس الخدمه. يعني اليوم الهيئه ما تعتقد انها مسؤوله ايضا انه يكون في مالك عقار داخل بيته ساكنين 45 واحد مثلا؟ دوركم انتم وين اليوم؟ احنا بالموضوع هذا احنا طبعا بدينا ناخذ اجراءات تشدديه في موضوع، مو بدينا احنا من زمان، بس بشكل تدريجي. يعني في 2018 انا طرحت خدمه اللي هو تنبيهات ملاك العقار. نعم. في 2016 قبل القيود الانتخابيه حددنا انه يكون عدد القاطنين 40، وفرضنا بصمه المؤجر بلا شك انه يحضر. نعم. في 2020 كذلك نفس الفترة قبل القيود الانتخابية صاحب العقار والمؤجر المالك، عشان ما يقول انه يعني انتم سكنتوا، احنا الان قاعد نطلب بصمتك. السنة هذه هم شددنا اكثر باجراءات ونزلنا العدد الى 30. فاحنا يعني في مسارنا الى سنة ما شاء الله قاعد تشددون. بالضبط. عشان الشفافية اللي موجودة عندكم. يعني الكويت
من خلال معلومات مدنية تعتبر الأشد في العالم في موضوع يعني ما حد بالخليج ولا غير الخليج يتشدد هذا التشدد فعلا. كله بسبب الموضوع اللي هو القيود الانتخابية والعملية السياسية. يعني لو ما كان هذا الموضوع كان ما دخلنا في 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 الأمر هذا، لأن يعني إحنا عشنا برا وشفنا طريقة الإدلاء. إدلاء إنك تبيع عقد أجار، تجيب وثيقة أجار تثبتها وتوكل. هناك سؤال أستاذ مساعد، يقول دائما في ناس خلال مثل ما ذكرت القيود الانتخابية، في بعض الأشخاص يحولون أسماء بدون علم حتى أصحاب العقار نفسه، هذه موجودة فعلا ولا مو؟ هذا اللي احنا قاعد نقوله. يعني انا قلت روح النيابة، لحد الان ما جت لي شكوى بالموضوع هذا، يعني حقيقية انه هو فعلا يمني. عشان كذا انا اطلقت الخدمة هذه. فبالتالي اللي 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 يقول عنده فعلا احد مقاطنين وفعلا يعني انه ما له مالك سابق وما حد موقع اجار وكذا، بالعكس خليه يتقدم. يعني نعم يروح النيابه بي لنا احنا، يقدم شكوى، يبي يستخدم الخدمه الاليه. بالعكس احنا راح يكون بالنسبه لنا احد ادوات الرقابه. نعم. بالاضافه للاجراءات التشدديه اللي احنا قاعد نضيفها، هو راح يكمل الدور في محاربه اي شيء خاطئ. يعني احنا مع يعني وايده مع اي شيء يعني الى الشفافيه والاصلاح ومحاربه اي شيء خطا. نعم استاذ مساعد، وصلنا سؤال على تويتر من المحامي منصور بوعبيد، يقول لك ممكن نعرف كيف لمالك عقار ما سجله كعنوان له بالمعلومات المدنيه، شلون يعرف منو سجل على عقاره؟ هو ممكن توه شاري العقار وللحين ما امدى يسجل، اخذ راحته، ويمكن بسبب ظروف الجائحه ما سجل العقار في المعلومات المدنيه، شلون ممكن يعرف اذا في احد مسجل على بالخدمه هذه؟ يقدر انه هو يدخل على الخدمه هذه، يدخل بيانات العقار، يحط الوثيقه اللي هي تثبت ملكيته للعقار، احنا عقب ما ندقق عليها ونتاكد منها راح يقدر يستفيد من الخدمه هذه ويشوف القاطنين على هذا العقار، واذا تبين انه فعلا عنده يعني شكوى راح يعني يتم التعامل معها. نعم، في ايضا بعد اسئله بتويتر، اذا سعود تحطها لنا على الشاشه اذا تكرمت، لان في وايد تفاعل بوجه حضرتك. مال بعد ايضا سؤال واصلنا بتويتر، هل تطبيق هويتي فقط للشخصيه الطبيعية الفرد مثلا، أم نستطيع تسجيل الشخصية الاعتبارية كالشركات أو المكاتب أو العيادات؟ بالضبط، تطبيق هويتي هو يحل محل البطاقة المدنية الشخصية. نعم. فهو تعريف للفرد. الآن هذا يجرنا، يعني أنا أدري يعني منبت السؤال من وين جاي بموضوع الإعلان الإلكتروني. يعني نعم. على أساس أن في كثير من المحامين والشركات انه هو يبي يعلن عن طريق هويتي. هويتي هو للفرد، بس الشركات تستخدم الايميل كوسيله للوصول لاشعارات لها. يعني لان الشخص نفسه يعني او هويتي تمثل فرده لا تمثل جهته. نعم، يعني الشركات والعيادات هذه خارج ولا داخله من ضمن الخدمه؟ تقصده في موضوع الإعلان الإلكتروني ولا تقصد هويتي ولا تقصد لا لأن هو السؤال قاعد يتكلم على أنه هو هويتي هل استخدامها للفرد ولا للجهة؟ نعم، هويتي للفرد. للفرد أي نعم، هويتي للفرد. علشان نوضح للسادة المشاهدين، يمكن السؤال سبق السؤال اللي عندنا سؤال تويتر، ما هو الإعلان الإلكتروني؟ الإعلان الإلكتروني أنتم خدمة جديدة أطلقتوها على برنامج هويتي، نفس ما تفضلت برنامج هويتي هو يسجل للفرد، لكن ممكن نوضح شنو أكثر هو الإعلان الإلكتروني ومنو المستفيد من الإعلان الإلكتروني؟ الإعلان الإلكتروني هو أحد التطبيقات اللي يعني أطلقتها أو الجهات الحكومية اللي قاعد تستفيد منها في استخدام تطبيق هويتي. نعم. وزارة العدل بالتعاون مع المعلومات المدنية استخدمت تطبيق هويتي لتوصيل إشعارات القضايا وتنفيذ الأحكام. يعني بدال ما يروح المندوب للباب وعدم استدلال وعدم التوصل للمبلغ، أصبح تطبيق هويتي هو الوسيلة أنه هو يشعرك قانونا أن عليك قضية أو عليك تنفيذ حكم. وصول الإشعار من خلال تطبيق هويتي يعتبر يعني يعتبر سند قانوني ضدك ولك، وانت يعني مساءل انك انت تحضر الجلسه اذا يالك الاشعار او تنفذ الحكم اذا يالك الاشعار، يغنيك عن وصول مستند الى بابك. نعم. هذا الغرض من الاعلان الالكتروني مع تطبيق هويتي. نعم. الاعلان الالكتروني يقتصر على اعلانات معينه او على قضايا معينه ولا يشمل اكثر من قضيه؟
هو طبعا مفتوح حق وزارة العدل انه ترسل اي اشعار تبي، هو صحيفة دعوة، هو تنفيذ حكم، هو يعني اي نوع من المستندات اللي تتداول في القضاء لدى وزارة العدل ممكن ترسلها عن طريق التطبيق. احنا دورنا كتطبيق هويتي هو بيئة لإرسال الإشعارات من وزارة العدل إلى الأفراد. يعني اليوم اللي عنده تطبيق هويتي يوصل أي شيء من عن طريق خدمة الإعلان الإلكتروني. بالضبط. حلو. عندي سؤال إذا سمحت لي، كيف ممكن تغيير عنوان السكن على البطاقة المدنية بعد ما غيرت مكان سكني؟ هل من في خدمة عن طريق الأونلاين؟ يعني هو يسأل الآن إن هو بيغير عنوانه باستخدام الخدمات الإلكترونية. نعم. لا احنا ما اطلقنا، لان احنا متشددين في موضوع العنوان، يعني احنا نبي حضر يبصم ويبصم المالك ويجيب المستندات، لان احنا اجراءاتنا يعني لها محطات اللي ذكرناها انه يقدم المستندات يبصم، بعد المستندات هذه كلها تروح حق اداره غير الاداره اللي هو يتعامل معها المراجع، اسمها اداره المراجع المركزيه. نعم. تتحقق من صحه البيانات هذه وتحقق من اكتمال البصمات والاجراءات. يعني احنا بس باقي شغله واحده ان نوصل للباب ونطقه ونتاكد، لان هذه الشغله احنا ما نقدر نسويها، ما عندنا الضبطيه القضائيه ولا عندنا الغطاء القانوني اللي يمكننا ان احنا نوصل للباب ونطق، وهذا مو دورنا، لكن احنا يعني دورنا ان احنا نتحقق من صحة المستندات وحضور الأشخاص. نعم أستاذ مساعد، وصلنا كذلك سؤال على تويتر من كابتن مشعل برقب ويقول لك لماذا لا يعمل التوقيع الإلكتروني في تطبيق هويتي؟ ها تطبيق التوقيع الإلكتروني يعمل في تطبيق هويتي، بس هو التوقيع الإلكتروني هو الأشد من ناحية التحقق. نعم. فعشان كذي احنا ما نفعله من خلال الموبايل، أشرحها بطريقة أخرى. حل. الآن تطبيق هويتي له ثلاث استخدامات. نعم. بطاقة مدنية رقمية، التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني. نعم. انك يكون عندك بطاقة مدنية رقمية زائد التصديق الإلكتروني تقدر ان من خلال موبايلك والتطبيق ياخذ صورتك يتحقق منها ويفعلهم لك. نعم. باقي التوقيع الإلكتروني هذا لازم من خلال الكيوسك ماشين اللي هي خدمة ذاتية موجودة في البنوك وموجودة عند الهيئة، راح نبتدي نحطها في مراكز الهوية الوطنية مع وزارة الداخلية، وراح نبتدي ننشرها في يعني المراكز المختلفة بالنسبة حق مراكزنا في المبنى الرئيسي والأحمدي والجهرة. فهذا الجهاز تدخل بطاقتك المدنية ياخذ صورتك ويتأكد من صحتها ويتأكد من الشريحة الموجودة على البطاقة الذكية، يلا يفعل لك التوقيع الإلكتروني. ليش؟ لأن التوقيع الإلكتروني استخداماته أقوى ويعني وأشد من استخدامات اللي هي الدخول على المواقع والخدمات الإلكترونية. يعني البنوك الآن قاعد تستخدم التوقيع الإلكتروني في أنك تفتح حساب. نعم. فاحنا ما نبي ان احنا يعني نمكن مثل هذه الخدمه الا انك انت تكون فعلتها من خلال اما الجهاز اللي يعني شرحته او من خلال الحضور الشخصي. نعم. استاذ مسعد، الاخت روان الفليشاوي تقول يا ريت تضيفون اسم الزوج في برنامج هويتي علشان لا نشيل معانا عقد الزواج وين ما نروح. تبي شنو تبي عفوا؟ اضافه اسم الزوج. اسم الزوج؟ نعم. والله يعني احنا قاعد نحط البيانات اللي موجوده على البطاقه. نعم. يعني ما قاعد نزيد اكثر يعني، لكن احنا عندنا توجه ان نحط الابناء القصر. حلو. نعم. لان الابناء اللي هم اقل من 5 سنوات ما يقدرون يفعلون تطبيق هويتي، لان اساسا ما عندهم صوره، احنا نتحقق من خلال الصوره. فبالنسبه حق اللي هم القصر راح نبتدي نحطهم كمرحلة لاحقة إن شاء الله في لرب الأسرة أن يشوف أبنائه، لكن أي بيانات إضافية ممكن أن تقيم، يعني ما أقدر أجاوب عليها صراحة الحين. ما شاء الله جهودكم واضحة في أنكم تحولون الخدمات اللي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى رقمية، خصوصا في ظل هذا الظرف اللي مر فيه العالم. جهودكم مشكورة. خلال هذه الفترة من أطلقتوا برنامج هويتي ممكن
تقول لنا عدد الأشخاص اللي سجلت حتى الآن؟ لأن كنت قاعد أكلم محمد قبل الهوى، أنا ما كان عندي علم في البرنامج، شخصيا ما كان عندي علم في البرنامج، ولو أنه راح يسهل حياتي ويسهل حياة كثير من الناس. نعم. فعدد الناس اللي سجلت حتى الآن تقريبا، اللي نزلوا التطبيق تقريبا 1.5 مليون. نعم. من الكويتيين والوافدين يعني. نعم. فيعني هذا الرقم اللي موجود عندنا، وحقيقة رقم يعني كبير بالنسبة حق تطبيق يعني نزل في 2024 من خلال قرار وزاري، وصدر فيه قرار مجلس وزراء بالتعميم على الجهات الاعتداد فيه واعتماده في خدماتهم. فمليون ونص حقيقة رقم جدا يعني كبير، واحنا نتوقع ان الارقام راح تزيد، خاصة ان يعني الان تقريبا احنا وقعنا 80 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة في القطاع الحكومي الخاص. نعم. والان قاعدة تتسابق يعني ان هي تطلق خدماتها تباعا يعني واحدة ورا الثانية. يعني اليوم كان عندنا اجتماع مع بلدية الكويت برئاسة الاخ احمد المفوحي المسي عليه بالخير، من خلال يعني اجتماع تنسيقي وتعاوني، وان شاء الله يثمر للجهتين بشكل كبير، واحدهم استخدام تطبيق هويتي في خدماتهم. امس كان عندنا اجتماع مع الإدارة العامة للجنسية، العميد بدر البالول والفريق اللي معاه. كم جهة تتعاون مع البطاقة المدنية من خلال هويتي؟ انا قلت من تقريبا 80 جهة، يعني 80 جهة وقعت مذكرة تفاهم. ايه؟ بس ان هم يعني بعضهم فعلا اطلق، بعضهم قاعد يبرمج، بعضهم يعني يتفاوتون في الجاهزية وال يعني. ماذا عن البنوك استاذ مساعد؟ هل ممكن تفعيل تطبيق هويتي بعد البنوك سباقة؟ يعني البنوك من قبل لا نطلق هم متواصلين معانا متى تطلقون وكذا، وأوردي يعني اغلبهم اطلق خدماته بتطبيق هويتي وفعل توقيع الكتروني على فكره. نعم. يعني البنوك ما شاء الله يعني فعلا كانوا سباقين في هذا المجال. نبي الجهات الحكوميه. الجهات الحكوميه وقعنا 80 جهه او 80 جهه وقعت معاكم من خلال تطبيق هويتي. ايه؟ ما هي التي تقدم خدمات؟ كم عدد الجهات التي تقدم خدمات من خلال تطبيق هويتي؟ يعني هم لان ال 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 اللي وقعوا معانا 80 مخلوط بين قطاع حكومي وخاص. خاص. نعم. عرفت شلون؟ نعم. بس من اوائل جهات بنك الائتمان صراحه. يعني من اوائل خدمات اطلقها باستخدام تطبيق هويتي. اللي يحضرني العدل، التامينات شغاله بالموضوع. نعم. يعني اغلب الجهات قاعد تحاول تجهز. وقعنا مذكره تفاهم مع الهيئه العامه لتشجيع الاستثمار. نمسي عليه بالخير الشيخ مشعل جابر الأحمد، كذلك هو من جهات السباقة في هذا الموضوع يعني. نعم. أستاذ مساعد، مرة ثانية نقول في ظل هذه الظروف الاستثنائية ما شاء الله جهودكم مشكورة، أنكم تحرصون على التقيد بعدم الاختلاط وعدم أنكم توفرون خدمات للمواطنين أو المقيمين تفيدهم من غير الاختلاط وتقليلا لهذا الموضوع. شلون ممكن الواحد يقدم على فقدان الهوية؟ شلون راح يستلمها؟ استلام الهوية فقدان البطاقة المدنية من قبل أي شخص إذا قدم على أن عنده الهوية ضايعة، شلون ممكن يستلمها بدون لا يزور مبنى الهيئة؟ احنا طبعا أطلقنا تقريبا صار لها شهرين أو يعني هالحول يعني خدمة توصيل البطاقة. نعم. خدمة منزلية توصيل البطاقة، اتفقنا مع شركة محترفة في هذا المجال ولها باع. يعني الحمد لله وصلنا رقم عالي حقيقة. أنا يعني آخر رقم يمكن 200,000 ما قبل فترة يعني مش. الآن ما أدري كم وصل صراحة، بس يوميا تقريبا 5,500 بطاقة قاعد توصل يوميا، بطاقات لمختلف مناطق الكويت. السؤال عن بدل فاقد، هو بدل فاقد بالتحديد. نعم. لازم يحضر. لازم يحضر عشان يوقع البدل فاقد ويستلمه، لأنه لازم يحضر وثيقة يعني هوية أخرى قبل لا يستلم بدل فاقد. ماذا عن تغيير رقم الهاتف؟ كذلك لازم يكون حضوره شخصيا؟ رقم الهاتف يعني الآن لازم حضوره، لكن راح نطلقه قريبا إن شاء الله باستخدام تطبيق هويتي، لأن تطبيق هويتي بحد ذاته هو في رقم هاتف مع إيميل، فأنت لما تفعل هويتي أنت أوريدي حدثت تلفونك مع الإيميل.
نعم. فهذا يغنيك عن انك انت، لكن بالنسبه حق بالذات حق الشركات وغيرها راح نبتدي نطلق خدمه للموضوع هذا. نعم. ان شاء الله. تغيير العنوان الحين لازم بصمه المالك العقار والمؤجر. والمؤجر بالضبط، يعني هذه اخر اجراء اتخذتوها فيها. هذا اجراء بصمه المؤجر من 2019. نعم. وبصمه المالك من 2020 من العام يعني فرضناه. نعم. عشان يعني لأن الشفافية ولحماية أي أحد. إيه بالضبط، مع أنه يعني كانت على فكرة كانت على مشارف كورونا بذاك الوقت يعني، وصار علينا ضجة أنت شلون كورونا وتأخذون بصمة، قلنا نعقم وناخذ البصمة. نعم. ولا إحنا نتجاوز يعني ما نفعل الإجراء هذا، خاصة في كان يعني مرحلة القيود الانتخابية. احنا نشكركم حقيقة على كل الجهود اللي قاعد تقومون فيها، خصوصا أن قلت أن احنا الدولة الوحيدة اللي بالعالم اللي متشددة لإثبات الشفافية للناس من خلال التلاعب بالعناوين أو حتى السكان الوهميين. فالله يعطيكم العافية وكل الشكر على تواجدك معنا أستاذ. الله يعافيكم، مشكورين على الاستضافة، مشكورين على الاستديو. شكرا لك أستاذ مساعد. الحين محمد راح ننتقل حق زميلنا عبد الله الطراح اللي يستمر في إبداعه وتقديم البرنامج أو فقرة ذا ماسك. يا ترى منو ضيفك يا عبد الله اليوم؟ خلينا نشوف. الوطن كلمة بألف معنى. الوطن أمل، انتماء، مسؤولية، فرحة، وعيد. الوطن عمل، عمل بدأناه بالأمس ومستمرين للمستقبل. عمل يبتدي من كل بيت ومن كل شخص، يبدأ من وحدة الصف لكل أفراد المجتمع، ونشوف الفرحة لما نتقدم بأعمالنا ونبني مستقبل الكويت. عيد الوطن مو بس يوم، عيد الوطن كل يوم، لأن كل يوم عمل هو عيد للوطن. شركة نفط الكويت، معا لهذا الوطن. كوني أعمل في مزارع دجاج اليوم، نحرص أنه يتغذى دجاجنا بشكل صحي وطبيعي 100%، لأن هدفنا نقدم لك دجاج طازج صحي وشهي. دجاج اليوم، طازج مغذي صحي. مساء الخير، حياكم الله مشاهدين ذا ماسك. ضيف اليوم فنان أكاديمي حاصل على البكالوريوس في التمثيل والإخراج، أحب أرحب فيه. حياك الله معاي في ذا ماسك. الله يحييك. يمكن في وايد ناس تعتقد أنها خلف القناع تقول الحقيقة أكثر من لما يكون شكلها ظاهر للناس. بالنسبة لي أنا لا. شلون؟ ممكن في ناس خلف القناع يكون شيء ثاني، بس اللي متعود على الصراحة وهذا لا، ما يفرق مع قناع أو غيره يعني. أنت قدمت أدوار كوميدية بشكل معين، كنت أسمن من كذي، وبعدها قررت أنك تضعف. تقبل الجمهور لك، حسيت أنه تغير ولا لا؟ طبعا يعني أنا في قناعة عندي من زمان يعني أن الكوميديا مو بالجسم نهائيا، وإذا كانت كوميديتي بجسمي فأنا مو فنان. قدرت تكون لنفسك من بداياتك للحين شخصية فنية خاصة فيك؟ شلون يعني؟ يعني دائما ما تتهم بأنك تقلد الفنان داود حسين. نعم. هالشيء خلاك ليل لحظة هذه مو قادر تكون شخصية فنية؟ أنا هم الناس تشوف كذي، ممكن بسبب يعني أنا 100% أنا يعني أحب الفنان داود حسين وقدوتي وغيره، وهذا الشيء خلاني أنا أقلد جانب الكاركترات اللي هو يقلدها. تعترف بتقليدك لداود؟ أنا ما أقلد داود، أنا غلد يعني الطريق اللي هو كان ماشي فيه اللي هو تقليد الكاركترات. يعني أنا حبيت الفن وحبيت التمثيل بسبب داود حسين من الصغر يعني. تضايق من المقارنة هذه اللي مستمرة معاك من بدايتك للحين؟ لا ما فاهم. وين تشوف نفسك الحين؟ هل أنت وصلت للنجومية، فنان مبتدئ؟ ما أنا كوجهة نظر خاصة فيني
القناعة موت. إذا تبي تقتنع بالشيء اللي أنت وصلت له راح تقعد مكانك ما تتحرك. فأنت شو راح تصنف نفسك؟ أنت تشوف نفسك نجم؟ ما أنا مو أنا أقول عن نفسي. بس الناس قاعد يقولون إنك للحين ما قدمت شيء يخليك نجم. أوكي وجهة نظرهم تقبلها. أنا اللي علي اللي أسويه أقدم ما عندي للناس. عجبهم هالموضوع هذا يعني الحمد لله رب العالمين. ما عجبهم أحاول أطور من نفسي للقادم يعني. واليوم الواحد هم لازم هو بالنهاية يكون رقيب نفسه بالنهاية يعرف يعني. أنا اليوم لما يوني يمدحوني مثلاً 10 أنا أشوف 10 اللي يمدحوني 9 ربعي لا هذا قاعد قص على روحك يعني. أنت تعرف يعني إذا واحد يقول عن نفسه هو ممثل أو فنان يحاسب نفسه بعد أي عمل. يمكن بديت مع الكوميديا لكن اتجهت للدراما، هل هذه كانت يعني خطة منك أنك ما تنحسب على جروب معين وتتجه مع أكثر من منتج؟ لا أنا أول مسلسل لي مثلته كحل أبيض قلب أسود عمل درامي كان. حلو. كان وقتها بالتزامن مع سيل وهيل، فمن البداية من أول أعمال تلفزيون يعني اللي كانت حلقاتي بسيطة داش دراما وكوميديا، وكل سنة ولله الحمد عندي عمل دراما وكوميديا. بس انعرفت بالمسرح بالكوميديا بالبلوك غشمرة أي. الناس يعني بلشت ها يعني أنا بالنسبة لي النغلة اللي صارت النغلة البسيطة أن الناس عرفت هذا من بلوك غشمرة كان. لأنك من جروب معين هل قاعد تعامل اليوم بالوسط الفني معاملة في آي بي؟ أنا أشوف لا. شوف أنا أقول لك شغلة يعني أنا قبل كم يوم كنت قاعد أسولف ويا واحد من الفنانين قلت له أنا داش هذا المكان ما عامل الشخص على فنه أو نجوميته، أخلاقياتك شنو؟ أنا يهمني تعاملك وياي قبل فنك. أنا شبي بفنك إذا أنت ما عندك أخلاق أو ما في ما حاجيك مثلا رجل لرجل. إذا ما عندك أخلاقيات الرجولة أو مواقف الرجولة أنا شبي بنجوميتك هذه، فما همتني نجوميتك. جاملت بعض الأدوار؟ يعني في تنازلات تقدمها طبعاً، ولكن هذه التنازلات في لها حد معين. يعني أنا في أحياناً أكو أمور مستحيل أتنازل عنها. مثل أجرك المادي؟ لا الأجر هذا موضوع ما نسولف فيه يعني. يعني أحيانا تشارك بأعمال تشارك في أعمال لغرض معين خلاص يعني أنت انشرح لك أن هذا العمل راح يطلع بهذه الصورة. حلو. ودشيت التصوير وشفت أنه مو نفس ما هو. شنو العمل اللي دخلته وشرح لك أنه بصورة حلوة وشفته عكس هالشيء؟ كان عندي واحد من الأفلام كان إنه راح يتصور في طريقة معينة وصار لكن حسب ظروف العمل ما ضبط الموضوع. أنت خلف القناع تقدر تقول الاسم؟ خلف القناع أنا حتى بدون قناع أقول الاسم. فيلم اسمه باك فروم كويت 2038. حلو. إيه شاركت في هذا الفيلم والفيلم يعني ولا الحمد يعني ما يعني شلون أوصل لك إياها؟ والنعم بالناس اللي كانت موجودة بالفيلم وهم حاولوا انهم يوصلون شغلة معينة، ولكن الكاست التمثيلي يعني ما شلون اقول لك يعني عيسى فنان عيسى المرزوق عيسى مطرب جميل ما شاء الله. الحين ادخل اليوتيوب شوف اغانيه يعني الترند توصل. واختنا الإعلامية ريم نجم ما بيني وبينهم شيء، ولكن ما مشت العجلة بالسرعة المطلوبة وغيره. راح أخيرك بمجموعة من الأسماء. نعم. وخلنا نشوف مدى صراحتك. عادل. تعلمت الكوميديا من حسن البلام طارق العلي عبد الناصر درويش. تعلمت الكوميديا؟ الكوميديا ما تتعلم. الكوميديا ما تتعلمها. كوميديا ما تتعلم أنت بالنهاية. الإنسان يكون عنده كوميديا عنده موهبة، ولكن حسن البلام وعبد الناصر درويش ببلوغ غشمرة خصوصاً إحنا نقول أبو علي أعطاني الفرصة إني أطلع الموهبة الموجودة. فالكوميديا موجودة عندك. الكوميديا هذه يعني أنت بالأساس أكيد أنت اليوم تدش معهد أو تدش تصير ممثل
ما في احد يعلمك الكوميديا. بس باول لقاء قلت انك تتابع كن داود حسين وتتابع الفنانين، فانت قاعد تاخذ منهم. اي تاخذ منهم فتتعلم. تتعلم حلو، تتعلم، بس ما تتعلم شلون ترمي لفه. انت الحين بالنهايه تجيب اي في ممثلين مثلا تخصص الدراما، خلي يقول لفه، ممكن ما هو هي بالنهايه تقبل الناس لك، بالنهايه بيد رب العالمين. لا احد ينافسني بالكوميديا الا خالد مظفر، عبد العزيز نصار، مبارك المانع. ما في واحد ينافسني بالكوميديا الا واحد فيهم، ما اشوف احد ينافس الثاني اصلا، لان كل واحد كوميديته غير، كل واحد طريقه غير بالكوميديا. عندي سؤال راح اخليك تقرا هذا السؤال. في حال صراحتك قلت نكشف عن شخصيتك، لأنها هي بدأت تقل معي خلال الحلقة. في حال حبيت تكمل بالقناع فهذا شيء يعني خيار لك. إذا أنت تشوف نفسك راح تكون تلف وتدور ودبلوماسي، تكشف عن شخصيتك. ليش كشفت عن شخصيتك محمد عاشور؟ كشفت عن شخصيتي لأن قلت لك أنا بقناة ولا بدون قناة على نفس الشيء. أقول السؤال؟ تفضل. عملك مع جروب البلام خلاك تخسر وايد عروض مع منتجين غيره، تعرف في هذا تعترف في هذا الشيء وأنك خسرت وايد عروض؟ لا، هو بالنهاية موضوع عرض وطلب، وديتني عروض وأنا الآن موجود بالجروب. يعني ما جتك عروض من مسارح ثانية؟ لا، جتني عروض. رفضتها؟ رفضتها بسبب ارتباطي بالشغل. حاب تكمل مع هذا الجروب ولا؟ احنا الحين طبعا احنا واقفين بسبب الكورونا، ولكن في يعني في متفقين احنا من العمل اللي طاف ان السنه الجايه موجودين. راح اعطيك محمد مجموعه من التصريحات على لسانك وانت تاكدها او تنفيها. لا تشبهوني بداود حسين، انا محمد عاشور. التصريح هذا تقوله على لسانك؟ هذا انا اقوله، انا ما اقولها ان لا تشوفون داود حسين داود شخصا، لان الواحد ما يعني انا اليوم ما ابي اصير داود حسين، انا بصير محمد عاشور، ما ابي اصير احد. وهذا مو بس انا، لازم الكل يكون كذي. ارفض ان اكون سنيدا بعد اليوم، انا نجم حالي حالهم. لا، هذا الشيء متى قلت؟ ارفض اني اكون سنيدا بعد اليوم، انا ما حتى ما يعني ما مو لعبتي الفرش اصلا. وصلت معك محمد الى ختام الحلقه، اشكرك على صراحتك. انا كنت اتمنى انك تستمر للنهايه مع القناع فتكون صراحتك اكبر، لكن اشكرك على وجودك اليوم في ذا ماسك. حبيبي. وصلنا معكم مشاهدينا الى ختام ذا ماسك، نشوفكم في حلقه قادمه، فمالا. كوني يعمل في مزارع دجاج اليوم، نحرص أنه يتغذى دجاجنا بشكل صحي وطبيعي 100%، لأن هدفنا نقدم لك دجاج طازج صحي وشهي. دجاج اليوم، طازج مغذي صحي. الجوكر أنا، وأنا الجوكر. أنت معجونة بالفن ولا جدال على هالموضوع، لكن هل من المنطق لعب أكثر من دور في مسرح الحياة؟ وجهة نظري إن أنا أقدم الفن اللي أنا أقدر أوصله للناس. موجة انتقادات، مشاكل، صراعات وخلافات، هل هالأشياء تصير لما الفنان يكون نجم؟ محاولات يائسة لملك فراغ الوحدة. ليش؟ جرت من قالك إن أنا وحيدة أصلاً؟ أنت الحين قاعد تمثلين علي؟ لا طبعاً، مش مثل عليك. أنت متضايق إن أنا مرتاحة صح؟ لا بالعكس. لا، أنت ودك شيء تنرفزني وأقط القناع وأشد. ما راح أحقق حلمك، هذا حلمك ما راح يتحقق. طولي بالك معي. وإذا خلاص تعبت. صناع العمل، مشروع مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب اللي يهدف لخلق الفرص الوظيفية وتأهيل الشباب حديثي التخرج للانخراط في سوق العمل مختلف تخصصاتهم العلمية واكتسابهم للمهارات العلمية عبر الانضمام لدورات وورش تدريبية ميدانية. دكتور هاشم الطبطبائي رئيس فريق صناع العمل، والمهندسة نور الحقان عضو فريق صناع العمل، الحين في ليالي الكويت.
أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، ونذكركم إذا عندكم أي استفسار حق ضيوفنا تابعونا أو وجهوا سؤالكم أو استفساركم عبر هاشتاج ليالي الكويت. محمد الحين معنا رئيس فريق صناع العمل الدكتور هاشم الطبطبائي، والمهندسة نورة الحقان عضو فريق صناع العمل. يا أهلا ومرحبا فيكم معنا في ليالي الكويت. دكتور هاشم، حابة أسألك أول سؤال. أول شيء نعرف المشاهدين ما هو مشروع صناع العمل؟ شاكر دعوتكم لي، والحمد لله احنا بدينا في برنامج انا وايد مستانس انه بدا ينجح وانطلق، اللي هو برنامج صناع العمل. هذا بديناه قبل كورونا لاتينا، وعلى اساس انه هو الهدف توظيف الشباب الكويتي في مهن محدده. هذه المهن ما تدرس في الجامعه، وهي يعني تكتسبها بالخبرة وتكتسبها بالسوق، ومهن تحتاجها الكويت. وكان المهنة اللي أنا مهتم فيها اللي هي إدارة المرافق. إدارة المرافق هي يعني تعني في موضوع العناية في المرافق. سوينا مؤتمر مع جمعية المهندسين الكويتية في ديسمبر 2018 اسمه إدارة المرافق الحكومية، وكان حضور كبير ونجاح كبير ووعي في فعلا ان نبتدي في العنايه بالمرافق ونبتدي في مهنه اداره المرافق. وبس ما في كويتيين متخصصين في هذا الموضوع. كان اغلب الملاحظات اللي نشوفها من الشركات اللي عندها مرافق وتدير مرافق تقول ما في كويتيين. حاولت ان يعني سوينا برنامج تاهيلي، حاولت يعني اشوف يعني من يتبناه، والحمد لله وزاره الشباب تبنت هذا البرنامج وشكلت الفريق. كانت وياي مهندسه نوره ومهندسه نياز خاجه وفهد خضاري، ودي اشكرهم لان فعلا تعبنا وتحقق الموضوع، ومرزوق الحصم أصلا ما نسيت أحد، بس أساكم كلكم على القوة. سوينا البرنامج وخلصنا، حطينا هو مثل البرنامج تدريب لأو مدة 4 أشهر إلى 5 أشهر، ويأخذ فيها شهادة احترافية ويتخصص في إدارة المرافق، وكل من يبي. نعم، كل من يبي. نعم دكتور، واضح. بنتقل حق المهندسة نورة الحقان. تكلم الدكتور عن إدارة المرافق، أبي تكلمينا عن أهمية هذه الإدارة. إدارة المرافق هي مجال وايد كبير. حلو. يندرج تحته أو هو يكون متخصص بإدارة الخدمات اللي توفرها المباني أو المرافق. حلو. الخدمات هذه اللي هي النظافة، الصيانة بشتى أنواع الصيانة، وعندكم الهيلث اند سيفتي والأمن والسلامة واللاندسكيبينج وحتى الانفيرمنت حماية البيئة. أيضا في بعض المرافق تحتاج حق إدارة للعقود والعقارات والإيجارات. نعم. فهذه من أهميتها. عندنا الحين وايد مباني حلوة بالكويت يعني تفقد قيمتها السوقية لأن ما في إدارة للمبنى نفسه أو ما في إدارة للخدمات اللي يوفرها المبنى. صح. فإذا احنا اهتمينا بهذه الشغلة كذي احنا يعني نطول من مدى عمر المبنى، العمر الافتراضي له، ونحافظ عليه. يا سلام. نعم، ارجع بالسؤال لك دكتور هاشم. ذكرت ان الحمد لله لقيتوا تعاون من وزارة الشباب ودعم من وزارة الشباب حق هذا المشروع، هل دخل هذا مشروع صناع العمل ضمن الخطة الإنمائية لدولة الكويت؟ طبعا لما يعني عرضنا الموضوع على وزارة الشباب، الوكيل وزارة الشباب الدكتور مشعل الشاهين رحب بالموضوع وقال راح نبني مو بس مظلة إدارة المرافق، ونبني
مظلة شاملة لإدارة المرافق اللي هي صناع العمل، تشمل إدارة المرافق ومشاريع أخرى تهدف إلى إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص. مثال إدارة المرافق، اشتغلنا على إيجاد فرص وظيفية لشركات إدارة المرافق في الكويت، ولقينا حوالي 25 فرصة وظيفية إلى 30 فرصة وظيفية للشباب. طبعا بدينا بالتسجيل في الموضوع هذا، وبدينا شهر 9 إذا ماني غلطان، وتقدم له حق 30 وظيفة 320 مهندس كويتي توظفوا. لا، تقدم أنه يدخل هذا البرنامج 320. نعم. بيّن لك يعني استعداد الكويتيين في الشغل في القطاع الخاص. نعم، للمشاركة في فريق صناع العمل. لكن قرأت فيما قرأت دكتور هاشم قبل فترة أن هناك مهنة جديدة أطلقها بعد مشروع صناع العمل اللي هو معاون محامي. تكلمني عنها هذه، أو شنو فكرة المشروع؟ كان في عندنا اجتماع مع المجلس على التخطيط على موضوع صناع العمل، نبيهم يعني يكونون شركاء استراتيجي، ورحبوا وياه قالوا نبيكم تشوفون هذه الوظيفه اللي هو الباراليجل، اللي ترجمتها بالعربي اللي هو معاون محامي. نعم. باراليجل مو موجوده بالكويت، يعني هذه المهنه مثل ما قلت لك احنا قاعد نركز على مهن لا تدرس كثر ما هي تمارس في الـ في الـ في الـ في العمل في. نعم. السوق. نعم. وهذه الوظيفه يعني الكويتيين ما عرفوها، ولا يعني احد بادر في ان يعني ندربهم ونوظفهم. تواصلنا مع جمعيه محامين الكويتيه. نعم. ورحبوا بالفكره فعلا، قالوا المكاتب المحاماه وشركات المحاماه تحتاج الطاقة هذه الكويتيين اللي هو معاون محامي، لأنها مو موجودة. واشتغلنا وياهم من قبل شهر وحطينا الأسس البرنامج، وراح ينطلق إن شاء الله هالأسبوع أو الأسبوع الجاي. يعني المهنة هذه مو موجودة من قبل؟ مو موجودة، اللي هو باراليجلز مو موجودة. هل سوق العمل يحتاج هذه المهنة ولا؟ 100% يحتاجها. اللي يسوي المحاضر الاجتماع، اللي يسوي التحضير الابحاث. يعني المهنه هي حاليا موجوده لكن ما فيها كويتيين. ما فيها كويتيين. لا يشغلها كويتيين محمد. نعم. اغلب اللي او فعلا لا يشغلها كويتيين هذه المهنه. نعم. بالضبط، وبالتالي احنا قاعدين نوفر حاجه للسوق والمكاتب المحاماه لهذه المهنه. نعم. بنتقل بسؤال لك مهندسة نورة، شنو هي آلية القبول؟ آلية القبول مرينا في عدة مراحل. نعم. المرحلة الأولى اللي هي نشر الإعلان بالجرائد الصحف الكويتية، وهم غطينا تغطية بالسوشيال ميديا. بعدين انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي استقبال الطلبات، ومنها احنا نختار نسوي فلترة حق الكانديدتس اللي قدموا عندنا. شنو الشروط حق الكانديدتس؟ الشروط انه يكون كويتي الجنسيه، حديث التخرج، يكون فئه عمريه معينه. وبعد شنو هي الفئه العمريه عفوا؟ راح يكون هو بيسكلي يكون after graduation by 3 years، بعد valid. التخرج بثلاث سنوات شهادتك valid. اي هذه شروط. ممكن هذه شروط التسجيل. أي. موجوده انه يكون المتقدم كويتي الجنسيه، متفرغ وغير مسجل في التامينات الاجتماعيه، ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 28 سنة. هذا بس حق برنامج محدد غير اللي هو. أي. برنامج القطاع الصناعي. نعم. هذا الحين عالي حاليا اعلان وقاعدين يتقدمون عليه بالعشرات حاليا، وهو مع اتحاد الصناعيين. نعم. زين. شنو هي القطاعات الأخرى غير القطاعات الصناعية، وهل فيها كذلك شروط معينة تشمل الفئة العمرية وتشمل الشهادة وغيرها؟ هو كل برنامج لا الشروط المعينة. نعم. لا زين مهندسة، بس سؤال الحين، إذا واحد قاعد أنت ذكرت إن في شرط حديث التخرج. ايه؟ أو شهادته تكون مو متأخرة. إذا واحد قدم على وظيفة معينة بيها وتأخر صار له 4 سنوات غير مقبول عندكم؟ غير مقبول. شلون يعني؟ يعني هو يعني قدم اليوم انا بوظيفه معينه، انطرت دوري بديوان الخدمه طول 2-3، شهادتي صار لها 4 سنين الحين. انا كويتي مو موظف، بديش عندكم في هذا المجال؟ اذا هو تنطبق عليه المواصفات الفنيه. أي. مثلا اداره مرافق، مهندس في متخصصات معينه. نعم. نعم يعني ينطبق عليه. وشهادته هو اذا كان شهادته مثلا بالهندسه اداره مرافق. نعم. الطلبات على التخصصات مهندسية محددة. تدري أن هناك
2800 خريج هندسة، خريج هندسة يبحث عن عمل كويتي. حاليا 2800 إلى 3000 خريج اللي هو محدثي التخرج ينتظرون وظيفة، وغالبهم ما يبوا، يعني ما أقول غالبهم ولكن جزء كبير منهم ما يرغب أنه يعني يتجه للخدمة المدنية، يبي يرغب أنه يتجه للقطاع الخاص. القطاع الخاص. نعم. دكتور المواهب. دكتور هاشم، في خوش سؤال من أحمد الدعي على تويتر، سألني سؤال لك: هل يضمن البرنامج إيجاد فرص وظيفية للمتقدمين؟ يعني هل الوظيفة مضمونة إذا تقدم حق؟ احنا بالنسبه لاداره المرافق يعني حاولنا ان ما نبتدي الا نضمن فرص وظيفيه. نعم. يعني احنا ضمننا 25 فرصه وظيفيه وبدا البرنامج الحين. راح يخلص على يعني نهايه مايو، وبالتالي هناك 25 وظيفه في شركه اخذنا منهم يعني الموافقات وسوينا ام او يوز وياهم، اللي هو تفاهم مع مذكر تفاهم معهم انهم راح ينقبلون. بالتالي نعم، يعني احنا ما نحاول ان نسعى ان اي برنامج نطلقه هناك التزام من القطاع الخاص في توظيفه. نفس الشيء الباراليجلز اللي هو المعاون محامي راح نطلقه بوجود يعني فرص وظيفيه من المكاتب والشركات المحاماة. نعم. متى راح تطلقون هذه المعاون المحامي او الباراليجل؟ هو مفروض أنها تنطلق، يعني خلنا نقول الأسبوع الجاي يبتدي التسجيل، يعني غالبا لأنه هو الحين حاليا اتحاد الجمعية المحامين قاعدة تعبي البيانات المطلوبة للتسجيل من خلال أولوية اطلقتها وزارة الشباب. زين دكتور، شو الفرق ما بينكم وبين دعم العمالة اللي قاعد يسوونه؟ دعم العمالة يعني أنا ما أنا متخصص في القوى العاملة لدعم العمالة، هم غالبا هم يعني بالنسبة لي اللي أنا أفهمه منهم يدعمون الخريجين إلى أن يلقون شغل، وشيء ثاني يحاولون يحددون نسب واشتراطات لكل شركة خاصة عندها عقد حكومي أنها توظف نسبة معينة. مثلا القطاع التشييد لازم 10% من القطاع يكون كويتيين، وهم المفروض أن يعني يراقبون التزام هذه الشركات في التوظيف. نعم. المهندسة نورة، شلون شفتي حماس الشباب الكويتي على فريق أو مشروع صناع العمل؟ أول ما انتشر الإعلان صار فيه تسجيل فوري، لاحظنا العدد كل يوم قاعد يزيد، ولما قابلناهم شخصياً فهمناهم. طبعا يقول لنا وايد المتدربين او وايد مرشحين للبرنامج ما يعرفون شنو الكونسبت فاسيليتي مانجمنت او اداره المرافق. نعم. فلما اعطيناهم نبذه عن البرنامج وقلنا لهم انه راح يتم تدريبكم وتاهيلكم لعمل القطاع اداره المرافق، شفنا اقبال كبير لانه ما كانوا يعرفون شنو يعني اداره المرافق. فلما فهمناهم حسينا بحماس كبير ووايد يعني حابين المجال هذا، فان شاء الله. شيء حلو. وفي حمله اعلاميه انطلقت من وزاره الشباب. نعم. لتوعيه الخريجين في اهميه هذا الموضوع. نعم. بالعكس يعني لما عرفوها يعني الثلاثين اللي نقيناهم كلهم يبون يصيرون مدراء مرافق. هل تعتقد ان الثلاثين هذول عدد قليل؟ عدد قليل؟ إيه، بالنسبة لحجم المرافق بالكويت عدد قليل جدا، بس احنا كبداية نبي نوظفهم بالقطاع الخاص. يعني القطاع الخاص يعني أول شيء يبي عنده سياسة تكويت وإحلال والأمور هذه. احنا يعني أعتقد أن البرنامج الأول يجب أن يكون بهذا العدد لنضمن جودته، لأنه هم الثلاثين راح يتقسمون إلى مجاميع حالياً الأسبوع القادم أو الأسبوع هذا، قسموا إلى مجاميع تحت شركات تمارس إدارة المرافق، وبالتالي السيطرة أو الإشراف يكون أضبط على عدد قليل اللي هو 30. والحمد لله البرنامج الثاني راح ينطلق بعد نهاية هذا البرنامج. نعم دكتور، لزيادة هذا العدد شلون ممكن نعزز ثقة الشباب الكويتي بالقطاع الخاص، والعكس نعزز القطاع الخاص أو ثقة القطاع الخاص بالشباب الكويتي لإتاحة الفرصة لهم في العمل في مثل هذه الوظيفة؟
وهو يعني هناك يعني خلينا نقول أزمة ثقة بين الطرفين يعني لا تزال موجودة، وإحنا نحاول أن يعني نقلص الفجوة هذه، فجوة الثقة هذه بينهم. الكل خايف، الدولة ما قصرت، الحكومة يعني دولة الكويت ما قصرت، عطت ضمانات للشركات في توظيف الكويتيين. يعني أي كويتي شركة توظفة تعطي دعم في التوظيف الكويتي. نعم. بالتالي يعني الدولة قاعد تحمل جزء من هذا الشيء، بالتالي هذا قلص يعني التخوف لدى بعض الكثير من الشركات. بعض الشركات اللي شفناهم يقول لك ها أخ الكويتي يعني أشغله ستة أشهر باكر يمشي عني، يروح مثلا وظيفة ثانية. نعم. هني أخذنا ضمان أن الكويتيين اللي راح يستمرون، لأن هذه مهنة يعني هذا مسارك لازم تلتزم فيه، ويفترض أنك تكمل فيه لأنه هو سوق واعد إدارة المرافق، واعتقد هو ثاني وظيفة واعد يعني العالم كلها تتجه في توظيف إدارة المرافق. نعم. نورة، ذكر الدكتور أن اليوم يقول يمكن حتى القطاع الخاص يقول الكويتي ما يكمل وياي، ما هي الحماية الذي تقدمها مشروع صناع العمل للكويت اللي يتوظف بالقطاع الخاص يمكن بعد ستة شهور والشركة تقول حبيبي يلا السلام عليكم؟ في عندكم ضمان حماية أن هذه وظيفته مستمر فيها ولا لا؟ هو مو ضمان كثر ما أن إحنا نأهلهم وندربهم للعمل في القطاع الخاص. نعم. يعني يكونون مبدئيا عارفين أن ساعات العمل تكون طويلة. نعم. الالتزام شيء مهم في أسس أو في الكاركترستيكس لازم يكتسبونها من البرنامج علشان يقدرون هم يكملون بالعمل الساعات الطويلة. نعم. بعد اجتيازهم الدورات التأهيلية والتدريبية، إيش كثر يطولون على ما يأخذون الوظيفة اللي أوريدي هي المفروض أنها تكون جاهزة لهم؟ هي جاهزة على طول. على طول أول ما يتخرجون يأخذون شهادة إتمام البرنامج. نعم. يتم توظيفهم بالفترة هذه، يكونون هم بنفس الوقت الشركة أوريدي جربت الموظف عندها. نعم. إذن من ضمن التدريب هناك في عمل ميداني، فترة عمل ميداني في نفس الشركة لضمان الوظيفة. نعم. أو من صالح الشركات أنهم يوظفون كويتيين، يعني من صالحهم أن يستمرون وياهم. لأن هذه مهنة أصلاً لازم تستوردها وتكلف على الشركات. نعم. يعني كلفة أنك تجيب مدير مرافق من برا الكويت، كلفة عليهم. بالتالي هني إحنا قاعد نوفر المهارات المطلوبة. زين صاحب الشركة ما يبي؟ ما يبيك، هذول يبون الشركات اللي احنا اللي اقترحنا يعني. لهم يبون كويتين. نعم. يبون كويتين. حلو. يبون لان المهنه هذه يعني غاليه انك تستوردها من برا الكويت، وبعدين ما تقعد وياك، اغلبهم مثلا يقعد سنه وبعدين يرجع ديرته او يشوف له فرصه ثانيه في دوله ثانيه. الكويتي قاعد في ديرته. صح. بالتالي هم يبون كويتين. حلو. بس هم يبون المهاره. يعني هم شنو المشكله فيه لما شفناه بالمؤتمر، انه ما في كويتيين اداره مرافق، بالتالي احنا وفرنا هذا التدريب المكثف خلال 5 أشهر، والشركات رحبت قالت خلاص. نعم. ما هي التخصصات التي لم يلتفت لها سوق العمل ويحتاجها سوق العمل للكويتيين تحديدا؟ يعني انا اشوف السوق الكويتي، ومو بس الكويتي، كل يعني القطاع الخاص يبي مهارات، ما يبي شهادات. يعني ما يبي شهادة هندسة مدنية، ولا كثر ما يبي مثلا مهندس عقود. أعتقد مهندس عقود أحد المهارات والتخصصات اللي يبيها القطاع الخاص. هذه تكتسب بالخبرة. بالتالي لو في برنامج نقدر نوفره مدة 6 أشهر على أن شلون تدير عقد وتحضر المستندات وتشوف إذا صار أمر تغييري، يعني مدير عقد يسمونه مهندس عقود. إذا رح وفرنا هذه التدريب كل من يبي. نعم. الدكتور هاشم الطبطبائي رئيس فريق صناع العمل، والمهندسة نورة الحقان عضو فريق صناع العمل، شكرا جزيلا لكم ولمعلوماتكم القيمة، ما قصرتوا، شكرا لكم. ليلى، وصلنا للختام. وصلنا للختام محمد، وإن شاء الله نشوف مشاهدينا على خير. تصبحون على خير. في أمان الله. Thank you.